النهارده هنعمل مكرونه حلوه جدا، نقدر نسميها تشيكن الفريدو باستا، ممكن نسميها مكرونه الحله الواحده، ممكن نسميها مكرونه بالوايت صوص، بس عايز اقول لكم كلها في حله واحده تجنن. تعال اقول لكم هنعملها ازاي. طيب اول حاجه عندي هنا هحتاج نص كيلو صدور فراخ اهي، وبعدين احتاج 400 جرام مكرونه، ممكن مكرونه شرايط، ممكن مكرونه سباجيتي، ممكن مكرونه اللي انت عايزاها، يعني اللي انت عايزاه اعمليه. طيب وايه تاني؟ 3 معالق كبيره دقيق، ثوم مفروم، لتر لبن. بحب جدا جدا، انتوا عارفين ان انا بحب استخدم الجبنه الكريمي من عبور لاند اللي هي بالقشطه بالتشيدر بالطعم اللي احنا عايزينه نقدر نحطه. طيب وايه تاني؟ عايزه مكعبات زبده، زيت زيتون، وكمان عايزه موتزاريلا او ميكس الجبن اللي موجود عندك، عايزه كمان توم بودره، بصل بودره، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. بصي كل ده هنعمله في حله واحده، بس قبل اي حاجه انا هعمل هنا ايه؟ انا هسلق المكرونه بتاعتي اهي، هسلقها المكرونه من 8 ل 10 دقايق، بحط لها ايه؟ ملح بس. ادي المكرونه، يلا بينا. هحط هنا ايه؟ الملح بس في الميه، ما بحطش اي حاجه تانية للمكرونه غير الملح. اول ما بحط الملح المكرونه بتبدا ايه؟ الميه سوري بتبدا تغلي اكتر. اروح ماسكه المكرونه بتاعتي وحطها كده، بحب قوي انا اللعبه الارقه دي. طيب المكرونه عندي هنا ما تتغطاش خالص، ما بتتغطاش. طيب وبعدين عندي هنا بقى بعمل لكم حلو حلو قوي، بعمل ايه؟ رز بلبن، بس رز بلبن على طريقتي باضافاتي، بحول الرز بلبن ده من حلو عادي لحلو غير عادي بالمره. عايز اقول لكم محلات كتير حلويات بدأت بتعمل الرز بأشكال مختلفة، عندنا هنا برضو احنا هنعمله بأشكال مختلفة. جالك ضيوف بقى فجأة مش عارفة تحلي بإيه، زهقت طبعا من كل الحلويات، احنا بقالنا في رمضان عملنا كل ما تشتهي له الأنفس، بس محتاجين برضو وخصوصا ايام الاجازات وايام الاعياد محتاجين ايه؟ حاجه كده نحل بيها بقنا زي ما بنقول بعد ايه؟ بعد الظهر او بعد المغرب. طيب انا بقى هعمل لك شويه رز بلبن من الاخر. طب انا هنا عملت ايه؟ انا حطيت ميه وحطيت فيها الرز وبسيب الرز يستوي معايا لحد ما الرزايه بصوا تتهري. الرز هنا بسلقه لحد ما الرزايه بصوا تتهري، شايفين؟ وبعدين شايفين النشا بقى؟ نشا طبيعي طالع معايا من الرز، نشا طبيعي، شايفين الميه عامله ازاي؟ منشيه نشا طبيعي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا احط بقيه مكوناتي بعد ما الرزايه تتهري. خلاص انا هسيبه مهديه النار وتعالوا نشتغل في وصفه الفراخ. طيب وصفه المكرونه، انا عندي هنا بقى الفراخ بتاعتي، وهلبس الجوانتي اهو. انا بحب احط كله زي ما قلت لكم في حاجه واحده، يعني المكرونه مع الفراخ كلها تستوي في وقت واحد ومع بعض. اقطع الفراخ بتاعتي والاتنين مع بعض هخلصهم. ادي الفراخ، بجيب صدور، عندك اي قطعه تانيه برضو تقدري تستخدميها براحتك، بس طبعا مخليه، طبعا ايه؟ مخليه. طيب اهي اقطعها بقى شرايح اهي طوليه علشان تستوي اولا معايا بسرعه، ثانيا كلها تطلع مع بعضها، فلازم يبقى التقطيعات متناسقه. يعني ايه كلها تطلع مع بعضها؟ يعني انا هاكلها مثلا بالشوكه صح، مع ايه؟ مع المكرونه الاسباجيتي، فلازم تبقى تقطيعاتها شبه بعضها اهي.
طبعا الكميه اللي انت عايزاها. عايزه اقول لك المكرونه دي يعني لو ما كنتيش جربتيها قبل كده وجربتيها، عايزه اقول لك ان انت وولادك وكل حبايبك هيحبوها جدا جدا جدا. تمازج كده اطعمه بسيطه بس ايه عظيمه اهي. خلصت طبعا الوك عندي، لو اخدتوا بالكم انا بعمل ايه، انا بسخنها. تمام، بعد ما سخنتها تعالوا بقى نحط شويه زبده كده حلوين. خلوا بالكم انا هتوصب الزبده والحاجات دي لان انا هعمل هنا البشاميل والصوص الوايت صوص وكل حاجه. تمام، هحط بقى شويه ثوم، ما بحطش بصل، بحط ثوم مع الاكله التحفه دي واقلب بقى. الريحه بتطلع، ريحه الزبده بقى بالثوم وتسخن كده. الله الله الله، عايزه اقول لكم لو جربتوها بالثوم حاجه تانية، طعمها بيبقى تحفه. احط بقى الفراخ بتاعتي اهي، وهنا بقى هبدا اتبلها. خلصت بقى كده، اتخلص من اللانشا والسكينه. هبدا بقى اتبلها بايه؟ ملح، فلفل اسود، جوز الطيب. بسيطه، مش بقول لكم بسيطه؟ عايزه تحطي شويه توم بودره، بصل بودره، ماشي، ولو ان انا ما بحطش اي حاجه اكتر من كده وبتبقى تحفه اهي. هحط زي ما اتفقنا، ادي الملح، بتبل كويس جدا الفراخ بتاعتي بملح، وكمان ادي الفلفل الاسود. وادي رشة جوزة الطيب، وزي ما قلت لكم نقدر نحط توم بودرة وبصل بودرة. وهقلبها طبعا النار عالية زي ما متفقين، احنا بنحط اللحمة او الفراخ بتاعتنا على نار عالية لانها كده بتخليها جوسي وكمان بتخلي طعمها حلو لان بيبقى سواها حلو، العصارة اللي فيها ما بتسيبهاش وتخرج. طالما العصارة انا محتفظة بيها في اللحمة او الفراخ اللي عندي، دي مسؤولة عن الطعم اصلا. وطبعا لو نزلت بتخلي الحاجة معانا تشد، وبنلاقي كده ان ليه الفراخ عندنا كاوتش، هي ليه الفراخ عند او اللحمة عندنا بتشد، كل ده علشان التسوية اهو. هسيبها خلاص. وعندي هنا المكرونة كمان، بصوا بقيت عاملة زي مروحة. بصوا هبدأ ايه، دي مضايقاكوا صح؟ اهي هبدأ اروح مقلباها وبس، حطلها ملح واسيبها زي ما قلنا من 8 ل 10 دقايق. انا هنا هسيبها 10 دقايق، لو هتدخل الفرن فهسيبها 8 دقايق بس، انا هنا هسيبها 10 دقايق. طيب انا عملت هنا ايه؟ انا علقت على الرز اللي هعمل بيه رز بلبن خلاص، وكمان بسلق المكرونه، وكمان بسوي الفراخ بتاعتي. بعد الفاصل بقى هقول لكم ازاي نطلع من الاكله البسيطه دي اكلات تحفه، صدقيني هتسد معاكي جدا جدا النهارده. بعد الفاصل استنونا. الفراخ، بصوا الفراخ، بصوا بقت عامله ازاي، ولا ريحتها، يا ريحتها التحفه، مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه ازاي، هتعجبكم جدا جدا رغم انها بسيطه ما فيهاش حاجه، ده شويه زبده وثوم، وحطيت الفراخ سويتها، سويتها مش نص سوا، لا انا سويتها تماما في الزبده مع الثوم. بصوا لو عملت كده اهي هتتقطع معايا على طول، شايفين استوت اهي. تعالوا نقطع واحده كمان اهي، شايفين استوت معايا خالص ازاي اهي. اوكي، بقلبها كويس جدا
وحطيت لها توابل ملح وفلفل اسود وجوزة الطيب وكمان شوية ثوم بودرة وبصل بودرة. وادي التقليب عندي شغال. في الحالة دي بقى انا هعمل ايه؟ هحط الدقيق. يبقى انا بعد ما سويت الفراخ اهي، بعد ما سويت الفراخ هحط الدقيق عليهم. ايه ده، مش هنعمل وايت صوص لوحده؟ لا 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 لا. وعايزه اقول لكم الطريقه دي بتخلي اهو الدقيق يختفي عندي في ثانيه من غير اي غلبه. بصوا عمل ازاي، بس كده. اهي شايفين الدقيق اختفى. طب وبعدين هروح بقى حاطه كمان لبن عندي. احب كده الاول اخد ايه، كبشتين اهي من ميه سلق المكرونه. شايفين باخد كبشتين من ميه سلق المكرونه، احطهم فين؟ احطهم عندي هنا على الفراخ، برضو بيخليها منشيه كده نشا طبيعي. وبعدين احط اللبن طبعا برضو كامل الدسم من عبور لان، واقلب. مش هغلب بقى خالص خالص خالص، ان انا ايه اقعد ادوب في الدقيق واشوف لحسن يعني يكلكع معايا خالص، لان هو اتلف بايه، اتلف على الفريخ. بس كده يبدأ يغلي معايا، او اعلي بس هنا النار لان انا لسه مهدية على الرز. يبدأ يغلي معايا بقى الخليط هنا، وهنا كمان الرز برضو ايدي فيه ما بسيبهوش على طول. اهو الرز بقى مش هياخد، اول ما يبدأ يبقبق انا ما حطيتلوش فانيليا. عايزين تحطوا فانيليا حطوا، انا المستكة عندي كانت هي ايه، هي مكان الفانيليا. لكن عايزين تحطوا فانيليا طبعا هنحط، بنحط طبعا الفانيليا قبل ما نقفل ونطفي على طول. عندي هنا بصوا لسه اهو، هو بدأ يتقل بس لسه. عايز اقول لكم ريحته حلوه جدا، بسيط بس جميل. المستكة فصين المستكة الصغنين دول لو متاحين هيبقوا حلوين جدا. وعندي هنا كمان اهي الفراخ بتاعتي والصوص اللي انا عملته اهو، بدأ كمان يغلي. هعمل ايه بقى هنا؟ هروح حاطه الجبنه الكريمي اللي هي من عبور لاند، لانها بتديني قوام كريمي رهيب وبتحليلي جدا جدا طعم الاكله. اهي بصوا قوامها عامل ازاي، شايفين؟ دي بديل يا جماعه الكريمه الطهي او كريمه الحلويات، ممكن طبعا نحطها، بس دي عايزه اقول لكم بتبقى طعمها كريمي اكتر. ولو في قشطه حطوا قشطه، بتخلي البشاميل ده او الوايت صوص ده طعمه رائع ومن غير اي تكلفه عاليه ومغذي طبعا. انا حطيت لما ايه اللبن بدا يغلي، ليه؟ علشان الجبنه عندي هنا تسيح على طول. اهي لازم ما نحطهاش من الاول. الروايح هنا بصوا مش بسيطه بس تحفه، يعني تحفه. التوم مع الزبده مع الفراخ والتوابل البسيطه دي حكايه. ايد هنا وايد هنا، ست الشاطره اللي تقف اقل وقت في المطبخ تعمل اكل يقولوا لها واو ده ايه ده، ده ايه ده، ايه الابداع ده، وانت ما وقفتيش ولا اي حاجه مع بعض اهو. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ عايزه اقول لك ان هي فعلا فعلا ما بتاخدش وقت خالص معايا الاكلتين مع بعض. وادي الرز هنا خلاص. طيب هعمل ايه بقى؟ هنروح فاصل صغير، تبدا دي تمسك نفسها ودي تمسك نفسها، ونشوف ازاي هنطبقهم مع بعض. استنونا.
بقى انا عندي كل حاجه بقت جاهزه. هعمل اهي 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 الاثنين الاثنين. الرز خلاص جهز معايا والفراخ كمان استوت والصوص بتاعها دلوقتي ده اللي انا عايزاه، مش عايزاه اتقل من كده. ليه بقى؟ لان الجبن هحط بقى ايه، جبنه موتزاريلا شويه كده هنا، وكمان جبنه تشيدر، اي ميكس جبن عندك حطيه خلاص. وبعدين اروح اجيب المكرونه اللي عندي اتسلقت معايا زي ما قلت لكم 10 دقايق، ماشي، انا طفيت عليها خلاص، واحطها بقى عندي على طول. اظبطوا بقى الميعاد ان انتوا تعملوا الفراخ خلاص، ويبقى فاضل بس 10 دقايق. هي صدقوني يعني ما بتاخدش اكتر من كده، والاتنين على طول بيبقوا مع بعض اهو. واقلب بقى، شايفين كده في النص هنا كده، واقلب. عايزه اقول لكم بقى الجبن بتسيح بقى مع المكرونه، والفراخ طعمها خطير اهي. الجبنه عشان تفضل معاكوا بتشد وسايحه لازم نحطها، بصوا بصوا تعمل بقى الخيوط والحركات دي، لازم نحطها والحاجه عندنا سخنه، ما ينفعش نحطها من الاول خالص اهي. وبعدين بقى انا بحب جدا احط يا نهار ابيض على شويه بقدونس فيها، ياه على الطعم، هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم لو جربتوها بالبقدونس بتدي طعم تاني للطبق ده، الله. والريحه بقى اختلفت تماما معايا دلوقتي اهي. عندي كده اهي، دي خلصت المكرونه، تعالوا نقدمها. خلاص تعالوا بقى نقدمها مع بعض في طبق حلو كده. لازم تكون يا جماعه فيها صوص كده، ما تكونش ناشفه. ليه؟ علشان هي هتقعد شويه، ايه اللي هيحصل؟ هتمسك نفسها لما تبرد شويه، فلازم ما تكونش ناشفه خالص من اولها كده، لازم يكون فيها صوص كده زي ما انتوا شايفين. خلاص اعمل ايه بقى دلوقتي؟ رشوا عليها رشه بقدونس كمان، تحفه، تسلموا يا رب. خلص عندي الطبق الهيرو بتاعي، المكرونه بالوايت صوص والفراخ كله في حله واحده. عايزه اقول لكم حاضر، لو ولادكم بيحبوا سبانخ حطوا في خطوه البقدونس دي سبانخ، هتعجبهم جدا برضو اهو، شايفين. طيب دلوقتي بقى هعمل ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا ممكن اديلها رشه وهي سخنه جبنه تشيدر كده. حاضر حاضر، تسلموا والله. دي شهاده على فكره. ماشي اهو، ارش بقى شويه جبنه زي ما قلت لكم وهي سخنه كده، يا نهار ابيض بقى، واحنا بناكل هنلاقيها سايحه وتجنن. يا سلام بقى لو متكلفين وصارفين وبدل الجبنه دي نحط مثلا جبنه بارميجان، يا نهار ابيض بقى.